ايه ده يا فتح؟ تعملي ايه؟ بابا وحشتني. وانت كمان يا حبيبتي. ها طمنيني، خفيتي؟ يعني جبت لي ايه معاك؟ جبت لك يوسفندي برتقان. ايه ده؟ بس انا ما طلبتش الحاجات دي، انا عايزه شوكولاته. عايزه شوكولاته؟ يبقى خفيتي. تعالي تعالي معايا. قولي لي عملتي ايه النهارده مع طنط زينب؟ مش تروحت بيتها، انا ما بحبهاش، مش عايزاها تقعد معايا تاني يا بابا. ليه يا حبيبتي؟ عملت لك حاجه؟ قالت لي ان ماما مشيت وسابتنا بسببي. لا يا حبيبتي، هي اكيد كانت بتهزر معاكي، ما تقصدش. يلا بينا احنا عشان نتغدى بقى. هتغديني ايه؟ هديكي شوربه خضار وفراخ. يا بابا انا زهقت منها. تلحقي تزهقي؟ انا لسه عاملهم امبارح. وايه احنا قلنا ايه؟ مش قلنا لازم تاكلي كويس وتاخدي الدواء عشان نروح المدرسه؟ طيب كفايه غياب بقى. ربنا يخليكي ليا، يقدرني على اللي جاي. بابا انت لازم تجيلي المدرسه، في بنت معايا في الفصل اسمها جودي مش بتحبني، بس في واحده تانية بحبها، بتقولي انت لازم ترجعي تقعدي ورا عشان انت طويله، وانا مش طويله، محدش بيقول عليا طويله. هو انا طويله يا بابي؟ بابا بابا ايه يا حبيبتي؟ لازم تجيلي المدرسه. حاضر اجيلك ان شاء الله. مش انت بتاكلش معايا ليه؟ اصلي اكلت في الشغل شويه. المهم انت كولي بس بالهنا والشفا. قصادك معانا لغاية آخر الشهر، وبعد كده اتصرف، دور على شغل. يا رب افرج عليا يا رب. ايه ده؟ فدوى مالك حبيبتي؟ في ايه؟ مالك؟ حاسه اني دايخه وبطني وجعاني. طب طب بس بس اهدي اهدي بالراحه. بطني معلش معلش. خير يا رؤوف؟ في ايه؟ معلش يا دكتور، فدوى بنتي تعبانه قوي، سخنه وبترجع ومش عارف اعمل لها ايه. طب اهدى اهدى بس، ان شاء الله خير، هجيب حقنه من جوه احصلك على طول. اوكي حاضر. اتفضل. بس يا ستي يا بابا. وجعتك ايه بقى؟ انت هتهزري هتعملي فيها زي البنات الصغيرين كده ولا حسيتي بحاجه؟ انا اديتها حقنه دلوقتي ضد القيء، بس القيء ده لو استمر للصبح لازم توديها المستشفى ضروري. مستشفى؟ خير يا دكتور؟ في ايه؟ خير ان شاء الله، اطمن. التحاليل هي اللي هتبين. تحاليل؟ انت ممكن توديها التأمين الصحي اللي تبع شغلك، ولو اني ما انصحكش بكده. شكرا يا دكتور. بس يا راجل انت بتعمل ايه؟ احنا جيران واخوات، فدوى دي بنتي، ربنا يطمنك عليها. شكرا. رجع لك تاني يا حبيبتي.